مرحبا برج العقرب، أهلا فيكم في القراءة العامة. القراءة تصلح حق الطالع والشمس وأيضا القمري. هذه القراءة عامة، مو قراءة عن الحب والعاطفة. راح نتناول أكثر شيء جانب الحياة العملية، أوكي، وبشكل سريع فقط الحياة العاطفية. إنزين، القراءة مثل ما قلت لكم تصلح للطالع والشمس والقمري، إلا إذا عندكم أي كوكب ثاني موجود في برج العقرب، لكن لازم أنتوا اللي تشوفون القراءة وتحددون إذا تنطبق عليكم ولا لا. خلينا نشوف أول جانب يا برج العقرب، جانب الأموال. شنو راح يكون عندك من تطورات؟ كرتين انقلبوا. أوكي، بالعادة ما أخذ إذا كرتين، ولكن أحس إن معناهم ماشي مع بعض. أربعة الخماسيات. في أموال هني راح تتأخر عليك. يعني انت مثلا حاط ميزانيتك ومصروفاتك على اساس انه ما ياتي تاريخ معين الا وصلتك اموال جديده تقدر تصرف منها. لما تشوف هذا الكرت معناته راح يصير في نوع من الضيق في ميزانيتك، لان في تاخير عندنا وراه. مثل ما شفت هني كرت برج القوس، تمبرنس، التعادل او التوازن. راح تضطر مثلا عشان تعادل ميزانيتك لهذا الشهر أن تأخذ من جانب التوفير، من أموال التوفير، وتحطها في جانب المصروفات. لأن أحسك أنت هنا يا برج العقرب كنت دائما تصرف كل الأموال اللي عندك، ما تخلي نوع من المرونة، سوري، نوع من المرونة في ميزانيتك. يعني مثلا دائما كنت تصرف 80% توفر فقط 20%. أوكي، فإذا قلت عندك او اذا صارت ما تكفيك 80% اللي انت تصرفها، من وين راح تضطر تاخذ؟ ميزانيتك احسها مو مرنه لهذا الشهر، راح تضطر تاخذ من حساب ثاني، حساب توفيري، شخص مقرب منك، من الشريك ايضا، اوكي؟ لكن لازم تكون حذر في طريقه ستريتشنج او طريقه اطالتك للميزانيه، اوكي؟ في شيء لانه راح يتاخر، المفروض ياتيك في الطريق، ولكن راح يكون في مثل الظرف الطارئ او التاخير يؤثر على ميزانيتك خلال هالشهر. خلينا نشوف جانب الوظيفه للي منكم عندهم وظائف. بعد كرتين. اوكي، السيف الاول والشمس. ما ادري ليش احس هني ان راح تحصل على اجازه قريبا. اوكي، تحصل على إجازة، تحصل على نوع من نقلة، ينقلونك إلى قسم ثاني تحت إدارة شخص ثاني. النقلة أنت في البداية مو مستسيغها، يعني مو عاجبتك، مو متشجع من أجل التغيير. النقلة اللي يريدون أن يسوونها لك في مجال الوظيفة، ولكن لأن وراء السيف الأول عندنا كرت الشمس، الحرية، السعادة. راح تتخلص في مكان الوظيفة في الفترة القادمة. إذا مو أنت اللي ينقلونك، راح ينقلون أشخاص أنت ما ترتاح لهم، ما تحب تعمل معاهم، يشيلونك من تحت أمرة مثلا مدير أنت ما تحبه. ففي الفترة القادمة في الوظيفة راح يكون عندك حس من الحرية، السعادة، تقدر تتحرك على راحتك، تقدر تكون على طبيعتك من دون وجود الأشخاص اللي يعكرون دائما جوك، يحاولون يتحكمون فيك. زين، خلينا نشوف جانب المشاريع اللي منكم عندهم بزنس او يفكرون يفتحون بزنس. ثلاثة الاغصان، هذا الكرت يشجعك على ان تستقطب الاكسبيرينسز، الخبراء حتى من دول اخرى. ما ادري، احس هني الطاقة تقول لك ان الشيء اللي تطمح له ما راح تلاقيه في الدولة اللي انت فيها، لازم تأتي بشخص او بشيء او بمشروع، بتعاون، باستيراد من دولة ثانية عشان تحقق لنفسك اللي انت تتمناه في البزنس. محتاج انه يكون في تعاون بين اكثر من دولة، مثلا ان تأخذ مثلا منتوجات هذه الدولة، انزين، تستوردها وايضا تأتي بشيء ثاني من دولة ثانية وتخلطهم مع بعض. هاي النوع من الطاقة، أن يكون في تعاون بين ما وراء البحار. خلينا نشوف الدراسة.
اوكي هاي الكرتار اربعه الخماسيات، احس انه تخرج او مو تخرج كامل. انزين هذا الكرت يقول لك ان اذا في ماده مستصعبها او اذا في كورس انت حاليا تحس انه شوي تعبك وكنت متخوف منه، هذا الكرت يقول لك راح تتخرج في الفتره القادمه بنجاح، ولكن لازم تحط الجهود المتوقعه. لا تقول ما راح ادرس ما راح اهتم وفي نفس الوقت راح اتخرج. هذا الكرت يقول لك حط الثمار، سوري ازرع البذور راح تحصد الثمار، راح تنجح. محتاج ايضا ان تجد لنفسك شريك دراسة كفو، شريك دراسة تعتمد عليه، شخص يشيلك لما انت تكون تعبان وانت ايضا تشيله لما اخوي يكون تعبان، يتنور عليه وينور عليك، يكون فيه تعاون دراسي، شراكة دراسية. خلنا نشوف الباحثين عن عمل. اوكي ثمانية الخماسيات، في الفترة القادمة راح تأتيك فرص عمل، بس ما ادري ليش احس يا برج العقرب دائما فرص العمل تأتيك في مجال انت تحاول ان تتجنبه. ما ادري ممكن يكون ان انت تفضل العمل المكتبي ودائما يعطونك العمل الميداني، او العكس يعطونك عمل متعب مثلا وانت تريد في الفترة القادمة ان تبحث عن وظيفة تكون شوي مريحة، يكون فيها تكييف، فيها عدم التعرض للشمس، او العكس انت مللت من العمل المكتبي تريد ان تذهب الى العمل الميداني، ففي عروض قادمة في الطريق، ولكن احسها صايرة عكس عكس رغبتك. لما الشيء يأتينا عكس رغبتنا معناته لازم نروح لنقطة الصفر، نقطة الريست، ونفكر او ننظر الى انفسنا احنا ليش قاعدين نجذب عكس رغباتنا. نعمل مع قانون الجذب مش عكسه، قانون الجذب راح يوصلنا للي نبيه ولكن اسهل واسرع، لان احنا قاعدين نعمل مع قوانين الكون مو عكسها. اذا خلينا نشوف الحياة العاطفية بشكل عام، منفصلين او حتى المرتبطين، توافقك مع الشريك لشهر سبتمبر. كرت الساحر من ساعة انقلب ايضا هذا الكرت، و السيف الاول، سوري السيف الصغير. احس هني ان انت ماخذ دفة القيادة يا برج العقرب وتحاول تحفز شريكك او تقنعه بوجهة نظر معينة، تقنعه بالانتقال، تقنعه بان يتخذ موقف، تقنعه بشيء. هذا انت زين عندك طاقة الساحر، لكن شريكك هني عنده السيف الصغير، متردد، عنده خوف. يمكن انت قاعد تشجع على مثلا ان تنتقلون من دولة الى دولة، من منطقة الى منطقة، من سكن الى سكن، هو خايف من التغييرات الجديدة، خايف من البيئة، خايف من الناس اكثر شيء، ان الناس اللي متعود عليهم طيبين في هذا المكان ما راح يكونون ايضا مثلهم ناس طيبين في المكان الجديد، خايف من الانتقال شريكك. انزين احس ولكن اذا اعطيته نوع من الحريه الشخصيه، اذا اعطيته نوع من متنفس، خليه يتنفس بدون ما تظل تحن عليه وتحاول تقنعه، راح تمشي الامور ان شاء الله بينكم على افضل ما يرام. خلينا نشوف هني جانب اللي ما عنده شريك، العزاب منكم ينتظرون قراءه القادم ووصفات الشخص القادم في طريقك. خلينا نشوف جانب الصحه. الكوبين، لازم برج العقرب اذا عندك نوع من المشاكل الصحية لا تقول انا صرت احسن وراح امتنع عن اخذ الدواء، او لاني صرت احسن، يعني مو بس طاقة دواء، يعني تقول لاني صرت احسن فراح ارجع للاكل اللي الدكتور نصحني انه ما اكله. وادري احس هني انه
أمامك فرصة لانتكاسة صحية إذا رجعت للأسلوب القديم، إذا رجعت للشيء اللي تحبه ولكن الدكتور منعه عليك أو حذرك منه، قالك لازم تأخذه بكميات جدا قليلة، ممكن يكون الملح، ممكن يكون السكر، ممكن يكون الدهون، اللحوم، ممكن يكون أي شيء. أنت أعلم بحالتك الصحية، ولكن هو شيء حذروك منه الأطباء. خلنا نشوف الأمور القانونية، إذا يا برج العقرب عندك أي شيء في النظام القضائي. هذا الكرت الغصن الأول يقول لي إن النظام القضائي أو في المحكمة راح يشوفونك إن أنت لك حق، حجتك قوية، عندك حجة، ولكن المشكلة في هني نوع من المشكلة صاير في النظام القضائي، إن ليش لحد الآن الحكم لم يصدر لصالح برج العقرب، أو ليش تأخر هذا القرار؟ لأن قضيتك نوعا ما جديدة، فيها حجة، الحجة هذه وإن كان لك حق فيها، حتى النظام القضائي يدرك إن أنت لك حق فيها، ولكن دائما في القانون ينظرون إلى السوابق، إن قضيتك هاي جديدة سابقة نوعا ما، ما سبقتها الكثير من القضايا المشابهة عشان بسرعة يحكمون فيها. أوكي، هذا اللي يقول لي هذا الكرت. إذا بصير في تأخير فهو بسبب نوعية قضيتك، إن فيها شيء مبتكر، شيء خارج عن المألوف. خلصنا من هاي الجوانب، خلنا ننظر إلى طاقة التحدي اللي راح تحاول، الطاقة اللي راح تحاول إن تستفزك خلال شهر سبتمبر. Obsession. كلنا، هذا الكارت يقول لك كلنا نمر بمواقف، اوكي، كلنا نمر بمواقف مو سهلة علينا او نحس ان انظلمنا فيها، ولكن يا برج العقرب بقائك طاقة تفكيرا في موقف معين مضى، الموقف مضى، الشيء صار، ولكن انت تظل تحوم تفكر في الشيء اللي صار، وتفكر في الاشخاص اللي غلطوا عليك، تفكر شلون راح تاخذ حقك منهم. هاي الطاقة ابتعد عنها، ابتعد عن طاقة التفكير في اللي مضى واللي سواه فيني فلان وعلان وراح اخذ حقي، طاقة الانتقام. هذا اللي راح تحاول، هاي النوع من الطاقة دايما تحاول ترجعك الى الحضيض، الى الماضي، تظل حبيس الماضي، حبيس افكارك الخاصة، لان لحد الان بينك وبين نفسك ما تقدر تسامح. إذا ما تقدر تسامح ما تقدر أنت أيضا تمضي قدما في حياتك. خلينا نشوف الطاقة اللي راح تعاونك خلال هذا الشهر، كون حليفتك. ريزرت برنس نتكلم لك عن السيرفايفل أو الفالس بروميسز. أمير الصحراء، هذا الكرت، الطاقة اللي راح تعاونك ان انت يا برج العقرب من الابراج الرئيسيه الثابته، الفيكس ساينس يسمونهم، انت تعديت مرحله محاولتك او حاجتك، انت مش محتاج ان تثبت نفسك بعد الان، اثبت نفسك للاخرين بما فيه الكفايه، حان الوقت الحين ان انت تدير بالك على نفسك، اوكي، تعتني بنفسك، تكون انت لين مع نفسك. اوكي، الطاقه اللي تعاونك هنا قاعده تقول لك ان هذه مو حرب، وهذه مو، هذا مو وقت خلال شهر سبتمبر ان انت تحاول تساعد اي احد. اوكي، خليك متفرد خلال هذا الشهر، تنظر فقط الى نفسك، الى حياتك، الى سعادتك الداخليه، ما عليك من احد، زين، ما عليك من اللي صار في السابق، وما عليك ايضا لا دائما تحاول ان تساعد الاخرين. خلنا نشوف المفاجأة لك خلال النجمة. أحس هني أن عندك شخص صغير بالسن، أوكي، ممكن يكون طفلك أو طفل أحد عزيز عليك،
احد من الاهل اللي يكونون اصغر منك سنا، انت تحبهم جدا، محبتك لهم قوية، هذا الشخص راح يكون في سلامة، اوكي يسلم. يعني مثلا يمر بحادث بعيد الشر، طبعا يمر بحادث ويسلم، يمر بموقف الموقف يخوف ولكن يسلم، يطلع منه بسلامة. الطاقة الثانية ان هذا الشخص راح يتخرج، راح ينجح. اوكي، انت هني عندك قلق بخصوص تحاتي شخص صغير في السن، دائما تحاتي، دائما تحس انه لازم تعاونه، لازم دائما تقيده تساعده. هو راح ينجح، يعرف مصلحته هذا الشخص وراح ينجح يتخرج، اوكي يحصل على الوظيفة، راح تفرح فيه، تفرح بشخص عزيز عليك، عزيزي.